بالنسبة للسبع قمم بدأ من 2011 المشروع ديالي، يعني استغرق تقريبا 8 سنوات. كانت فيها فرصة أنني نزور كاع القارات بحكم أن تنطلق على قمة في كل قارة، يعني كل قارة تنمشي تنزورها باش نطلق القمة فيها. بطبيعة الحال تنقدر نتعرف أكثر على الثقافات ديالك، الشعوب، على ناس أخرين، على دوت خالبينيس اللي تيجيو حتى هما. فكانت يعني تخي غيش، يعني كانت تجربة غنية بزاف اللي استفدت منها بزاف واللي قويت فيها راسي، لان بحال تيقولوا الدقه اللي ما تتقتلش تتقوي. يعني كنوقعوا احداث كثيره اللي كل قمه تنزيد نرجع اقوى وترجع اكثر اصرار واكثر تحدي انني نكمل المشروع. فملي تنقول ها واحد جداز، ها جوج، واحد لقيتها خمسه، تتقول فراس قربت، راني ما بقاليش بزاف، بحال هذاك اللي تيجري وتيبان له لالين داغيفي قرب يوصل لها. فكنت نقدر تتعطيني قوه اكثر انني نصبر، انني نتحدى. كذلك كان حتى الوسام الملكي اللي خديته في 2015 كان دافع كبير انني نستمر في المشروع، انني ما نوقفش. نقول كان بزاف النساء المغربيات اللي تيشوفوا فيا نموذج، كاين الشباب اللي تيستدعوني تنعطيهم محاضرات، واللي واحد الوقيته بحال ما بقاش المشروع ديالي بوحدي، رجع مشروع نتاع مجموعة الناس اللي تيشوفوا فيا واحد الأمل اللي ما كانش خاصني أنني نتخلى على عليهم. فهادشي كله كان باغمي لي شوز لي موتيفاسيون، الأشياء اللي خلتني أنني نستمر. كمغربية هذا فخر كبير ليا أنني نشرف بلادي وأنني نكون أول، يعني نسجل اسم المغرب في اللائحة ديال المتسلقين العالميين. اللي ملي إلا شتي اللائحة تتلقى مجموعة نتاع الدول غربية وهذا، والمغرب كأول مرة غادي يتسجل وغتكتب سميتو في هذه اللائحة. يعني هذا كفخر كبير أنني نكون أول واحد في المغرب اللي تيسجل الاسم ديالو في اللائحة ديال القمم السبع. وكذلك يعني بالنسبة للمرأة شرف كبير المرأة المغربية، أن نعرفوا بأن المرأة المغربية المرأة اللي طموحة، اللي عطات كثير لبلادها، واللي عندها طاقة كبيرة، واللي تقدر تمشي بعيد في جميع المجالات وليس فقط في هذا المجال. بطبيعة الحال كل حاجة خاص الواحد يعطي حقها، لأن الواحد خاصه يكون، أنا بالنسبة لي سنعتبر ناجح هو النجاح في جميع مجالات الحياة، لأن خاصه يكون توازن بتنظيم ديال الوقت، بالمساعدة ديال الزوج ديالي، مع بالنسبة لبنتي لأن شحال من مرة مثلا نخرج بكري أنا مع الصباح وتي هو اللي تيتكلف بها باش يديها المدرسة، الامتحانات مثلا. دابا فاش تنكون في القمم يعني العائلة كلها تتحاول أنها تساعد. بالنسبة للعمل الحمد لله تنحاول أنا نعطي جهدي الوقت اللي تنكون كاينة باش أنني زعما أونوغي لي زونكاجمون ديالي.